طابت أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في استوديو صنعاء. والكثير من المستجدات اليوم على كل المحاور وكل الجبهات. إذن مساء النصر والعزة والكرامة، ولا شك تابعتم العملية التي انطلقت بالأمس لتطهير مدينة الحديدة من ميليشيات الكهنوت. وحدات الاقتحام، هذه آخر مستجدات اليوم، وحدات الاقتحام من مختلف تشكيلات القوات المسلحة تخوض اليوم مواجهات عنيفة مع الميليشيا التي فرت إلى داخل الأحياء الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية أيضا مدينة الحديدة، بعد دك النسق الدفاعي الرئيسي عند قوس النصر وكيلو 10 مدخل الشرقي للمدينة. أيضا هذا هو المدخل الشرقي للمدينة. طبعا هذا يمتد إلى جامعة الحديدة وحي الربصة جنوب وجنوب غرب المدينة. هذه أبرز التطورات في الساحل الغربي. طبعا هناك استعدادات عالية جدا لهذه العملية وما بعدها إن شاء الله، وستسمعون إن شاء الله بأخبار طيبة كما نعدكم دائما، وإن شاء الله لن تجدوا منا إلا كلام من الميدان. نتحرى في كل معلومة، نتحرى في الخبر، نعطيكم الخبر بالصوت والصورة ومن أرض الميدان. في جبهة صعدة هناك أيضا تقدم كبير جدا ولافت خلال هذه اليومين للسيطرة على عمليات واسعة للسيطرة على مثلث مران ومناطق أخرى جديدة في محافظة صعدة في أعقاب معارك ضارية خاضتها القوات المسلحة اليمنية ضد ميليشيا الإرهاب الكهنوتية الحوثية. المصادر أكدت بأن القوات المسلحة اقتربت من النصب الخاص بقبر الهالك حسين بدر الدين الحوثي، ولم يتبقى سوى 3 كيلومترات بعد أن حررت عددا من المرتفعات. الأمر تسير بوتيرة عالية جدا. أمامكم الصور، الآن بيضربوا بالمعدل إلى الضريح الهالك حسين الحوثي. بتعرفوا المعدل ما بين 1.5 كيلو إلى 2 كيلو المسافة، يعني المسافة أصبحت قريبة جدا، وفي مرمى النيران. من يزايدون اليوم يحاولون أن يخيفوا الناس بالأطقم المسلحة وبالمسطحات داخل صنعاء، عليهم اليوم أن يتوجهوا للمواجهة الحقيقية وأنه يستعدوا، لأنه لا مجال للتراجع بعد اليوم. نكون أو لا نكون، هذه هي المعركة. هذه اليمن ليست بلد الحوثي وليست ملك الحوثي. إن كان يريد أن يتعايش فيها مع الناس ويعرف كيف يتعايش مع الناس ويكون مواطن صالح، سلم سلاح الدولة ويقبل بأن يكون مواطن. أما إذا اعتبر نفسه أنه مرسل من السماء وأنه فوق الناس وفوق الإسلام وفوق الشريعة وفوق الدستور وفوق القوانين، فهو واهم وسيلقى مصيره وفقا للدستور والقانون. الحمد لله احنا دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية وقوانيننا مستمدة من الشريعة الإسلامية. عودة الى حلقة اليوم او موضوع الحلقة، ونلفت فقط لانه هناك رصد دقيق يقوم به رجال استطلاع الحربي، رصد كل تحركات الميليشيا الحوثية في جبهة الحديدة، خطوط الدعم، الامدادات، كلها تضرب بما يسهم في إفشال أي تحركات عسكرية لهذه الميليشيا. وإن شاء الله النصر قادم وفي أقرب مما تصورون بإذن الله. كونوا على أهبة الاستعداد كلهم في موقع. الروح المعنوية عالية جدا لدى القوات المسلحة اليمنية بعكس الميليشيا المنهارة والمحطمة.
رجال الاستخبارات أيضا وفرق القناصة وتشكيلات البرية من المدفعية والمشاة والقوات المتحركة كان لها الدور الكبير في تحقيق اليوم. لم نعلن عن كل شيء لكن ننتظر حتى تكتمل الصورة، ونعدكم ب يعني تغطية كاملة لكل ما جرى. مرة أيضا كما تابعنا قبل قليل، هي لا تقل أهمية من حيث الانتصارات وحتى جانب معنوي، يعني شهدت المعارك كما تابعنا معارك طاحنة للوصول إلى معقل الدجال عبد الملك الحوثي. أرحب بضيفي في حلقة اليوم الخبير العسكري المقدم الركن ياسر صالح، وأبدأ معك النقاش ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي مقدم الركن ياسر صالح. سيادة المقدم، الآلاف من المقاتلين المدربين المنضوين تحت لواء القوات المسلحة تم الدفع بهم لتأمين المناطق التي تم تطهيرها في الساحل الغربي، وأيضا التصدي بكل حسم لمحاولات التسلل اليائسة لعناصر الميليشيا ودحرهم في مواقعهم. لو تعطي المشاهد الكريم صورة أكثر وضوحا عما جرى. نعم، مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم في الداخل والخارج، مساء النصر لهؤلاء الأبطال الذين يبددون ظلام الكهنوتية، الذين ينفضون غبار التاريخ الكهنوتي عن تلك المحافظة الجميلة الرائعة، محافظة الحديدة التي تغرد على أنغام الحرية. ما شاهدت اليوم في المشهد العسكري وبالأمس هو مشهد يفوق الوصف ويفوق كل عبارات التحليل أو التنظير لمثل هذه العمليات، بحكم التماس المباشر الذي كانت عليها القوات قبل صدور الكلمة الرمزية وقبل اتخاذ قرار تحرير الحديدة الذي أعلن عنه رسميا للمرة الأولى عبر الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي. كانت القوات على في حالة تماس مباشر مع ميليشيا الحوثي المتواجدة في أطراف مدينة الحديدة، وعادة الهجوم من التماس المباشر له مميزاته وله عيوبه، ولكنه أكثر صعوبة من الهجوم من عدم التماس المباشر، حيث يعطيك حرية التحرك والقدوم من الخلف باندفاع وفاعلية أكثر، ولكن كل ذلك لم يقف عائق أمام تلك الرجال المغاوير الذين استطاعوا أن يسطروا ملاحم التاريخ. ولكن دعني أقول لك أن الـ وسيلة الخداع الاستراتيجي أو الذي انتهجها القوات في 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 محور الحديدة، الذي استطاع أن يستفيد منها بعد أن وصلت المعلومات بأن هنالك قوات تحركت من المناطق الشمالية ومن صعدة ومن حجة في اتجاه الحديدة ليحاولوا أن يستميتوا على تلك المحافظة التي تكلمت سابقا أنها ذات أهمية استراتيجية اقتصادية وسياسية للميليشيا الحوثي، استطاعت القوات المتواجدة في محاور صعدة أن تستغل، ولهم الشكر والتقدير على تلك الحنكة القيادية، استطاعوا أن يستغلوا ذلك يعني الفراغ الذي أوجدته الميليشيات التي تحركت من صعدة، واستطاعوا أن ينفذوا عملية هجومية كانت أكبر من المتوقع. عندما يتكلم قائد اللواء العميد الركن عبد الكريم السدعي عن تقدم بنحو 40 كيلو في أراضي جبلية وأراضي هضاب، هذا انتصار لا يمكن أن يقال أنه انتصار، ولكن كل ذلك الـ 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 كل الأسباب ترجع إلى عملية المفاجأة الذي تفاجأوا بهجوم القوات في محور صعدة، وكانوا يتوقعون كما هو السابق أن طالما وهنالك هجوم كثيف
وشامل في الحديدة لن يكون هنالك أي هجوم في جبهات أخرى. التحية أيضا لكل أولئك الأبطار ولكل هؤلاء قياداتهم التي يعني سطرت ملاحم تاريخية، استطاعت أن تكبد العدو خسائر فادحة على الأرض، استطاعت أن تحقق مكاسب كبيرة أيضا على الأرض، نتكلم عن أكثر من 20 قرية، نتكلم عن تقدم نحو 40 كيلو على القوات المتواجدة في محور كتاف أي في شمال صعدة. يعني القيام بعمليات هجومية بنفس الوتيرة ما هي عليه في الشمال والشمال الشرقي لصعدة حتى يتمكن من تشتيت الميليشيات التابعة لعبد الملك الرزامي ولبعض القيادات المتواجدة في تلك المنطقة صالح من الانتقال إلى صالح عيض الرزامي تقصد؟ نعم بالضبط، أو عيض الرزامي نعم الرزامي من الانتقال من الشرق صعدة إلى 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 غرب صعدة وشمال غرب صعدة. طبعا أيضا شاهدنا اليوم في الجبهة الشرقية للجمهورية اليمنية في محافظة البيضاء استطاعوا أن يسيطروا على جبل صوران وعلى عدد من المواقع ذات الأهمية التكتيكية والأهداف الحيوية، استفادة من التوجه القيادي لدى الميليشيات في اتجاه معركة الحديدة. وكما قلت أنهم يعني سابقا أن على جميع القوات المسلحة المنتشرة في مسرح عمليات الجمهورية اليمنية أن تستفيد من عملية تحرير الحديدة، وأنه لن يكون أمامهم ما يعوق طريقهم. عودة إلى الحديدة، الحديدة اليوم تشهد معركة حديثة مشتركة، معركة شاملة كان فيها عدة اتجاهات للهجوم. نستطيع أن نقول أن هنالك كان هجوم اتجاه رئيسي في اتجاه الجنوب الغربي لمدينة الحديدة، في اتجاه جامعة الحديدة، وفي اتجاه يعني حياء الربصة، ووصولا إلى مستشفى الثورة، ووصولا إلى منزل الرئيس السابق رحمه الله علي عبد الله صالح. كل ذلك الاتجاه الرئيسي كان للضربة الرئيسية، جعل القوى يعني الميليشيات الحوثية أن توجه دفاعاتها في اتجاه تلك الأحياء. ولكن حدثت المفاجأة بحكم التماس المباشر الذي عادة ما يفقد فيها القوات المهاجمة عنصر المفاجأة، ولكنها حصلت المفاجأة بقوة تحركت بعد مرور الساعات الأولى على بدء يوم القتال في الاتجاه الشرقي لمدينة الحديدة والجنوب الشرقي لمدينة الحديدة، واستطاعت أن تحقق مهامها المباشرة وصولا إلى قوس النصر ووصولا إلى خط الكيلو 16 الذي استعادته من جديد، وتهيئ الظروف الملائمة لدفع وحدات النسق الثاني التي شاهدنا وصولها إلى منطقة قرب منطقة كيلو 16 وإلى مناطق أخرى لتطوير الهجوم، ووصولها بتلك الجاهزية الكاملة ووصولها دون أن تتعرض لأي هجمات جانبية أو مضادة، ودون أن تتعرض لأي هجمات من قبل المدفعية تمام، والضربات الصاروخية دليل قاطع لا يحمل الشك أن الجبهة الشرقية لمحافظة الحديدة امتدادا من معسكر خالد بن الوليد حتى كيلو 16 أصبحت مؤمنة تأمينا كاملا من قبل القوات المرابطة في ذلك المكان، وهو الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الشهر الماضي الذي توقفت فيه العمليات في عمق مدينة الحديدة. نعم، إذن مهم جدا التنويه، لأنه الأبطال الحديدة المقاومة الشعبية لهذه الميليشيا نشطت أيضا اليوم، تمكن الأبطال المقاومة من قنص 3 من عناصر الميليشيا وأردوهم قتلى داخل الحديدة. يعتقدون أنه الناس فقدوا القدرة على المبادرة، يعتقدون أن تلك الخنادق أو الأنفاق أو تلك المخابئ التي تحت الأرض ستحميهم، هي كلها مرصودة، وأبناء الحديدة أيضا متعاونين جدا في هذا الموضوع، وإن شاء الله ستكون قبورهم. لا يعتقدوا أنه بيخرج منها يقنص ولا يقتل ويهرب أو يعود إلى المخبأ. مكانها الفئران هو تحت الأرض، ولا مجال أيضا للتهاون في هذا الموضوع. مقدم ياسر، الخطوط الأمامية كما تفضلت ضربت تابعة لهذه الميليشيا، بالتأكيد سيكون هناك عمليات نوعية. المعركة الآن مختلفة قليلا،
نحرص بشكل أساسي على سلامة المدنيين. الفرق التي دفع بها اليوم هي مدربة على قتال المدن حسب ما فهمت، إذا تعطينا فكرة بس. نعم أخي، القتالية للقوات المتواجدة والتي تخوض المعارك في الحديدة تستطيع أن تقول أنها جاهزية قتالية عالية، يعني استنادا إلى معايير الكفاءة القتالية للجيوش. الروح المعنوية أولا، يعني القوات في حالة استعداد قتالي واكتمال عدة وعتاد. الروح المعنوية عالية بسبب إيمانهم بقضيتهم. كل عناصر الكفاءة القتالية اليوم موجودة، خبرة القتال موجودة بحكم المعارك التي خاضوها منذ بداية المعركة في الساحل الغربي إلى الآن. لا يوجد قوات جديدة يعني لم تخوض معارك من قبل، إذن خبرة القتال متواجدة. كل هذه العناصر مجتمعة كفيلة بأن يكون هنالك أعمال قتالية على مسرح العمليات نوعية. الدليل في ذلك أسلوب القتال المتنوع، بمعنى أننا نلاحظ أن هنالك عمليات هجومية بحتة في عدد من المحاور، ونلاحظ أن هنالك مهام تأمين ودفاعية في جوانب أخرى واحترافية عالية. إذن كل هذه العوامل تؤكد أن القوات التي قائمة بالمهمة عازمة عزم تام على إنهاء ملف الحديدة وتحريرها إلى الأبد. اليوم شاهدت أنا قبل قليل، يعني على الساعات الأخيرة من يوم القتال الثاني لعملية الحديدة، وصول وحدات مدرعة، دبابات وآليات مدرعة وعدد من الأسلحة المتطورة. لا أتوقع أن تلك الدبابات ستقوم بمهامها داخل أحياء الحديدة لسبب واحد، لأن القيادة المشتركة في الساحل الغربي لم تعد تؤمن بالإفراط في القوة. ثانيا، حرصا وحبا لتلك الأرواح الطاهرة التي يسعى الميليشيات في هذه اللحظة إلى الاحتماء وراء تلك الأرواح الطاهرة كدروع بشرية، فبالتالي من المتوقع أن يكون لها مهام أخرى سنشاهدها معا في الساعات القادمة، وسنتكلم عنها بتفصيل دقيق. وأريد أن أقول لك أنها قادمة لتحقق مهام مباشرة للعملية العسكرية ككل في الحديدة، وستقوم أيضا بالاشتراك مع القوات التي كانت متواجدة على التماس المباشر مع القوات التي تم الدفع بها يوم أمس لتحقيق المهمة التالية للعملية العسكرية التي ستنتهي بإذن الله وبالتأكيد بتحرير مدينة الحديدة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم. إذن لماذا تعتبر معركة الحديدة هي أهم معركة في الوقت الحالي، ربما تتقدم في الأهمية على صعدة؟ طبعا نحن نقول أن معركة الحديدة أخي العزيز معركة ذات أهمية استراتيجية من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية، لذلك شاهدنا الحوثي يتنازل عن الاستراتيجية الروحية والدينية لصعدة ويتجه في اتجاه الحديدة. كل هذه الدلائل تدل أن الحديدة هو العظم أو العمود الفقري الذي يرتكز عليه هذه الحركة الكهنوتية. إذن عندما كنا نقول في بداية العملية أن معركة الحديدة كسر عظم، لم نكن نبالغ في ذلك التعبير ولم نكن نبالغ في تلك الألفاظ. اليوم الميليشيا تحاول أن تستميت في الحديدة، تحاول أن تزج بوحدات من النسق الثاني ومن النسق الثالث لمحاولة القيام بعدد من الهجمات المضادة. هنا كتائب الحوثيين أبيدت بالكامل، يعني كتائب نوعية. هي هذه الحرفية والنوعية في المعركة. الطيران المستمر الموجود في الأجواء والرصد المستمر لتحركات هذه القوات حرمتها حرمان كامل من عملية المناورة ومن عملية الزج في وحدات النسق الثاني. شاهدنا منذ يومين أو ثلاثة أيام تم استهداف ثلاثة معسكرات، معسكر في باجل ومعسكر في المراوعة ومعسكر في المحويت. هذه المعسكرات هي ما أتكلم عنها التي تستخدم كاحتياط
تتحرك منه القوات كونها قوات خفيفة الحركة يستطيعوا نقلها عبر وسائل نقل عبر أطقم تام أو حتى عبر التخفي عبر الدراجات النارية في حالة ما احتاجت القوات أو الميليشيات المتواجدة هناك. الضربة الاستباقية التي حدثت لهم أربكت المشهد بالنسبة لهم بشكل كبير. اليقظة المستمرة من الطيران ومن عناصر الرصد شاهدنا أيضا بالأمس واليوم استهداف لعدد من التعزيزات القادمة حتى في جبهة حيران عندما شاهدنا تدمير دبابتين إضافة إلى عدد من الآليات المدرعة التي كانت متجهة محاولة منها للقيام بعمليات هجوم مضادة بعد عمليات الصد التي تحاول القيام بها قواتهم في الجبهة. الرصد المستمر والطيران والمدفعية إذا استطاع أن يحيد المناورة التي تسعى للقيام بها الميليشيات الحوثية في الاتجاهات المختلفة داخل الحديدة ستكون الطريق الأنسب والطريق الأقرب إلى يعني وضعها في مقتل واستطاع يعني ودك جميع معاقلها وقتلهم ويعني تستطيع القول تماما أنها تربك الحسابات لقيادات ميليشيا الحوثي تماما كما أتوقع أن هنالك قوات ستقوم بعدد من العمليات الجانبية التي حتما ستصيب بعض الدفاعات التي ما زالت متماسكة في جزئية محددة داخل الحديدة. أنا أقول في جزئية لا تتجاوز الكيلو التي استطاعت أن تحافظ على نسقها الدفاعي. سيتم عمل توجيه هجمات مضادة ستدك تحصيناتها وستنهار أمامها كما انهارت كل وحدات النسق الأول. الآن 90% من وحدات النسق الأول في الجهات الجنوبية والشرقية لمحافظة الحديدة أقول لك أنها انهارت تماما، والأنساق الثانية في طريقها إلى التهاوي. وبمجرد دخول القوات المتواجدة في الحديدة إلى عدد من الطرقات المؤدية إلى شارع صنعاء سيكون الفصل الأخير من معركة الحديدة. نعم، بدون تحية وتقدير وإجلال لرجال الرجال أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات العزة والكرامة، رجال الجمهورية الذين نذروا حياتهم اليوم من أجل نصرة اليمن وإبقائه عزيزا عصيا على كل الأجندات الإقليمية. اليوم العزم معقود على استكمال عملية تطهير الحديدة والقضاء على الميليشيا. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. يسابقون الزمن ويتحدون الموت من أجل أن يحيى الوطن. إنهم فرسان اليمن أبطال القوات المسلحة الذين يخوضون معارك العزة والكرامة لتحرير مدينة الحديدة في مرحلة الالتحام المباشر وسط انهيارات متسارعة وكبيرة في دفاعات الميليشيات الحوثية المتهالكة حيث كبدتها خسائر فادحة في العدد والعتاد. عملية نوعية على الأرض جاءت من خلال تنفيذ الخطط العسكرية الاستراتيجية المفاجئة التي أحدثت صدمة لعناصر الميليشيات الحوثية التي باتت في انهيارات متلاحقة أمام تقدم القوات والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة من قبضة الميليشيات. استبسال رجال القوات المسلحة ومهاراتهم القتالية الاحترافية أفقدت ميليشيات الحوثي قدرتها على الصمود والارتكاز ميدانيا مع فرار عناصرها من الجبهات وسط حالة من الانهزام والانكسار في صفوفها، بما يسهم في إفشال عملياتهم العسكرية التي تستهدف من خلالها تحقيق انتصارات وهمية لرفع الروح المعنوية لعناصرها المنهارة وكي تحرك حالة الركود في وسائل إعلامهم القابعة في الضاحية الجنوبية. وحدات الاقتحام من مختلف تشكيلات القوات المسلحة واصلت زئيرها عبر مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية التي فرت إلى داخل الأحياء الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة الحديدة بعد دك نسقها الدفاعي الرئيسي في كامل مسرح العمليات من قوس النصر وكيلو 10 المدخل الشرقي للمدينة وصولا إلى جامعة الحديدة وحي الربصة جنوب وجنوب غرب المدينة. أمامك هذه قواتنا، قربوا هذا كبيت الهالك، قرب رجع رجع هناك قبر الهالك، هذا بيت عبد الملك الحوثية، هذا هو جبل طيبان.
محور وعلب شهد معارك قتالية سطر فيها أبطال القوات المسلحة معارك أسطورية من خلال سيطرتهم على مثلث مران ومناطق أخرى جديدة في محافظة صعدة في أعقاب معارك أبطال عنوانها قوات لواء العروبة التابعة للقوات المسلحة التي نجحت في التقدم إلى مران وكذلك قرية مروي وقرى مجاورة لها وحتى المناطق المحاذية لقبر الصريع حسين بدر الدين الحوثي ضمن عملية عسكرية شملت أكثر من 5 مديريات في محافظة صعدة لحسم المعركة وقطع رأس الأفعى. أهلا بكم مجددا. وتأكيد لابد من قطع الإمداد على هذه الميليشيا، وهي الدعوة اليوم نوجهها لكل أحرار وشرفاء اليمن. يعني ليس مطلوب منكم اليوم أنه تكونوا في مواجهة مع الحوثي بقدر ما هو يعني اتركوهم فقط يواجهوا مصيرهم. القوات المسلحة كفيلة ب يعني التعامل مع هذه الجرذان. من لم يستطع أن يكون في صف القوات المسلحة وفي صف الوطن فعلى الأقل لا يلطخ يده بدعم هذه العصابة بأي شكل من الأشكال. حافظوا على أولادكم، والله ما نراه أنهم مشاهد محزنة جدا جدا. نحن نرى أطفال اليمن يرمى بهم في هذه المحارق لا لشيء إلا ليكون عبد الملك الحوثي سيدا وما دونه عبيد، هو يعتقد ويعيش هذا الحالة من التضخيم الذات، يعتقد أنه أصبح شيء كبير يعني أو أنه نازل من السماء أو في زنبيل كبير. عودة إليك سيادة المقدم، أهمية قطع الإمداد على هذه الميليشيا اليوم. كان هناك أيضا استهداف لتعزيزات كانت قادمة من ناحية ريمة. نعم أخي العزيز، في التكتيك العسكري عزل القوات داخل نطاقها الدفاعي أو داخل قطاعها الدفاعي أو حتى عندما تكون مهاجمة عزلها عن وحدات النسق الثاني أو الاحتياط هو من صلب المهام الرئيسية لعوامل النصر. فبالتالي عزل الميليشيات داخل مدينة الحديدة يجب أن يكون الهم الأول للقيادة المشتركة في الساحل الغربي. حقيقة الأمر القيام بعملية دفاعية في الجانب الشرقي، بمعنى بعد تطهير كل شبر في الجانب الشرقي من كيلو 16 يجب التحول لجزء من القوات في اتجاه دفاعي باتجاه الشرق لقطع جميع التعزيزات القادمة من جميع المحافظات يعني في وسط اليمن. فبالتالي سواء تم تحرير الحديدة فالخط الدفاعي هذا سيكون مطلوب للدفاع حتى إعادة ترتيب الأوضاع واستعادة نغمة الهجوم في اتجاه باجل وصنعاء بإذن الله. إذن التمركز الدفاعي في الجانب الشرقي لمدينة الحديدة هو مطلوب ورئيسي ومهم جدا لاستمرار العملية القتالية في النجاح. فبالتالي أتوقع من القوات أن تتمترس في اتجاه الشرق، وهنالك القوات التي مهمتها تطوير الهجوم في اتجاه الهجوم وفي يعني في اتجاه الشمال الحديدة وفي اتجاه غرب الحديدة إلى داخل أحياء الحديدة. ولكن المشكلة التي تواجه هذه القوات هي اختفاء أو انكماش ميليشيات الحوثي إلى داخل الأحياء الشعبية، وأنا أقول الشعبية أي تلك الأحياء البسيطة التي بيوتها ويستخدموهم يعني كدروع بشرية ويستخدموا أرواح البشر كدروع بشرية. ولكن أطمئن الجميع أن شاهدنا اليوم الدفع بقوات، وشاهدنا في الأسبوع الماضي الدفع بعدد من الكتائب سواء من العمالقة سواء من حراس الجمهورية سواء من الاتهامية التي تم تدريبها التدريب التام على القيام بمثل هكذا مهام. بالتالي أعتقد أن التورع في استكمال عملية تحرير الحديدة في الشهر الماضي قد تكون هذه الجزئية أحد أهم الأسباب التي أرادت القيادة أن تكون على جاهزية عالية
حفاظا وسلامة على أمن المواطن داخل الحديدة. شكرا لهم جميعا على كل هذه الروح الوطنية التي والاعتبارات التي يأخذونها بالحسبان. بإذن الله أن العمليات داخل أحياء الحديدة لن تكون نتائجها كارثية، على يقين بذلك. هناك وحدات نوعية كما ذكرت سابقا أنه كان يتم الإعداد لها، ستقوم هي بمهمة الوحدات كما ذكرت التي ستقوم بعزل الميليشيات المتواجدة داخل تلك الأحياء عن بقية الميليشيات سواء القادمة من الشرق أو القادمة من اتجاه الشمال، لمحاولة منها لتعزيز تلك القوات المتهاوية والتي تصارع الموت، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة. أنا في تصوري أخي العزيز وفي اعتقادي إذا ما استمرت العمليات لمدة 72 ساعة في جميع المحاور التي شاهدناها اليوم، وإذا ما تحركت المحاور الأخرى لتحذو حذو محور مران وألوية العروبة بالاستفادة بالمفاجأة التي استطاعت أن تحققها يعني لميليشيات الحوثي في صعدة استفادة من العملية التي انطلقت يوم الأمس ولفت انتباه القيادات الحوثية في اتجاه الحديدة، استطاع اليوم أن يحقق انتصار لم يكن يستطيع تحقيقه حتى نقول بالتوقعات العسكرية وبالحسابات العسكرية قد ربما كان يحتاج له من 15 إلى 20 يوم، ولكن اليوم شاهد 20 قرية تتهاوى أمامه بسبب يعني انكماش كل تلك القوات وسحبها إلى الحديدة. نعم في ساعات وليس في يوم واحد. صحيح. نعم نتكلم أن الفيديو الذي رأيناه للعميد الركن عبد الكريم السدعي كان في منتصف يوم قتال، وأتوقع أنه حاول أن لا يتوغل أكثر، ولا هو كان باستطاعته إنهاء اليوم القتالي في مناطق متقدمة، ولكن أيضا أهنيه على هذا القرار حتى لا يقع في مناطق قتل بالذات في مثلث مران، وهو سيعد العدة وسيستمر في قتاله. على جبهة كتاف أن تستمر بوتيرة عالية، على جبهة الملاجم أن تستمر بوتيرة عالية، على جبهة تعز إذا أرادوا تحرير الحديدة هذا الوقت هو الوقت المناسب. أنسب وقت لتحرير مدينة تعز هو هي هذه الساعات القادمة إذا كانوا صادقين وابتعدوا عن تلك المهاترات التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وإذا كان عندهم نية صادقة لتحرير تلك المدينة العظيمة بتاريخها، تلك المدينة التي كانت منارة للثقافة وللحضارة في اليمن. نعم. إذن يعول اليمنيون كثيرا على هذه المعركة وإفشال مخطط عصابات إيران. هذا المنفذ الهام ميناء الحديدة الذي طالما استخدموه ليس فقط لتغذية معاركهم وتغذية جيوبهم، أيضا استخدموه أيضا لتهريب السلاح، استخدموه لعمليات كثيرة ربما ليس المجال هنا واسعا لذكرها، لكن هو يعني يمثل يعني او يكون بمثابه مورد هام جدا انقطع اليوم عن هذه العصابه. بالتاكيد هي تبحث اليوم عن ما خف وزنه وغلى ثمنه، يحاولون ان يسرقون، وتحدثنا هذا في الموضوع كثيرا، يسرقون من اليمنيين كل ما لديهم من خلال فرض إتاوات جديدة، من خلال مضاعفة الضرائب والجمارك ورفع الأسعار، نهب أيضا الاحتياطي العام من العملات الصعبة اللي كان في البنك المركزي، رواتب الناس، رواتب المتقاعدين، كلها نهبت بشكل منظم. هي تدرك هذه العصابة أنه لا مكان لها بين اليمنيين، هي عصابة لا أكثر، تخريب وتدمير وكل ما تنتهجه. لكن ياسر، عندما نتحدث اليوم عن الدور الشعبي في هذه المعركة، كيف يمكن أن يكون إيجابيا ومساندا للقوات المسلحة اليمنية؟ نعم أخي عبد الولي، عندما نتكلم عن الدور الشعبي نحن نتكلم في الناحية الاستراتيجية لأي عملية عسكرية. نعم. ودعنا نتحدث قليلا في الجانب الاستراتيجي لهذه العملية، كون الأسبوع الماضي كان مليء بالمفاجآت وبالأحداث أصحاب الأجندة الدولية والإقليمية. اليوم حقيقة الأمر أحلام ملالي طهران
تتبدد حقيقة الأمر. اليوم خطط مارتن غريفيث التي تسعى إلى تمزيق اليمن تتبدد تحت أقدام هؤلاء الأبطال. اليوم سيشاهدون بإذن الله خلال الساعة القادمة بعد الوصول إلى الأحياء الشعبية، وأتمنى أن مارتن غريفيث وماتس أن يشاهدوا احتضان الشعب، أبناء الشعب اليمني لأبنائهم وأبطالهم من القوات المسلحة في محافظة الحديدة، حتى لا يتسرعوا في إطلاق الأحكام وتصريح. هل تعتقد أنهم تدخلهم عفوي أو أنه فعلا من أجل مصلحة الناس أم من أجل يعني استمرار وإطالة أمد المعركة؟ لا، هم بالعكس، هم الآن يسعون إلى إنقاذ الميليشيات بعد أن شاهدوا الإعداد الجيد خلال الفترة السابقة للوحدات التي تستعد لهجوم الحديدة. شاهدنا الاندفاع في اتجاه تصريح لم يكن في الحسبان على هامش مؤتمر المنامة، شاهدنا يتحدث عن خطط، شاهدنا يتحدث عن تقسيم اليمن بصريح العبارة بكل بجاحة وبكل يعني استهتار، وكأنهم من يحكمون اليمن على الواقع، يتكلم عن إعطاء حكم ذاتي لعدد من المناطق، يتكلم عن كونفدرالية لعدد من المناطق، يتكلم عن فدرالية لعدد من المناطق. لا أعلم، وللأسف حقيقة الأمر أن الرد الرسمي كان باهتا جدا، ولكن اليوم كما شاهدنا قائد اللواء عبد الكريم السدعي يقول نحن نرد من هنا، وكما شاهدنا البيان الصادر أمس من قبل المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية، ذلك البيان الصارخ والبيان الصريح والواضح أنه يضع نصب عينيه المصلحة الوطنية العليا ولا شيء غيرها، وأن اليمن أرضا وإنسانا يعني من أقصى إلى أدناه هو همه الوطني، ولا يوجد له هم آخر، ولا يوجد لديه أي اعتبارات أو أي ثارات مع أي طرف من أطراف المجتمع اليمني. ذلك البيان الصريح والواقعي والرائع حقيقة الأمر ينم عن روح وطنية عالية. إذن شو انظر إلى الدور البريطاني المشبوه، يعني أتذكر جيدا أخي عبد الولي وأنا في بداية أيام الانخراط في السيرك العسكري، عندما حدثت في عام 2004 يعني أول حرب ضد يعني ميليشيا الحوثي في صعدة، تحرك ملالي طهران وعدد من المرجعيات العراقية، أتذكر ذلك جيدا. أين كان توجههم؟ كان توجههم إلى بريطانيا مناشدة لإيقاف الحرب في صعدة. ما هي العلاقة؟ الذين يتشددون بالوطنية وأنهم يدافعون عن أرض اليمن، ما دخل ملالي طهران وملالي العراق في القضية اليمنية؟ لماذا يريدوا يعني إيقاف الحرب على صعدة إلا لأن هنالك ارتباط وثيق لم يعد يخفى على أحد؟ إذن بريطانيا هي من تقوم بذلك العامل. أتذكر أيضا، هل هي محبة؟ لأنه ليس من المنطق أن نقول أنه محبة للحوثيين، هل هناك وراء الأكمة ما وراءها؟ نعم، هي الحركة الحوثية مثلها مثل داعش مثل القاعدة، كل هذه أدوات بيد الاستعمار الحديث والفوضى الخلاقة، ليس محبة في الحوثيين، وإنما يراد بها لصناعة مستقبل المنطقة. اليوم هنالك دور خبيث في تجزيء اليمن وفي السيطرة على أو تدويل الهدف الاستراتيجي لبريطانيا هو عدن وتدويل باب المندب. الهدف أيضا هو إيجاد شرق أوسط جديد تحت مسميات كرتونية، وضع كلمة تحت يعني سطر واضح تحت هذه الكلمة، يعني مسميات كرتونية لدول قد في بعض الدول قد لا تتغير مسمياتها، ولكن نظامها الداخلي يتغير ويختلف تماما تحت مسمى الأقاليم، تحت مسمى الفدرالية، تحت مسمى الحكم الذاتي. هو ذلك الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت عنه كوندوليزا رايز والحزب الجمهوري في عهد جورج بوش، وبيريز أيضا وضع مؤلفه حول هذا الشرق الأوسط الجديد. نعم، هو 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 هنالك دراسة مسبقة لنيكسون الرئيس الأمريكي السابق، وهو تحت مسمى كتاب انتصار بلا حرب. إذن كل ذلك الأدوار، أنا حتى تفاجأت من خطاب وزير الدفاع الأمريكي، وشعرت بأن من كتب الخطاب
هو بريطاني الأصل، لأنه الأهداف البريطانية، ونحن نعلم جميعا أن في مؤتمر الحوار الوطني في 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 2013، وللأسف لا يجب أن يسمى بالوطني، كانت بريطانيا تستلم أو هي المتحكم بملف الإدارة المحلية، وهي من سعت إلى إيجاد هذه الحلول الفيدرالية، ووعدت يومها الحوثيين بإقليم خاص بهم. وتم الاختلاف في الأخير، نتذكر كلمة جمال بن عمر أنه كان الاختلاف على المنفذ البحري وهو ميدي. بعد ذلك تفاجأوا عندما أطلقوا لهم العنان وقالوا لهم تفضلوا ادخلوا إلى صنعاء، وامتدوا إلى باقي محافظات الجمهورية، ثم سنتم تقليص سيطرتكم تدريجيا على أساس فرض الأقاليم، حتى لاحظ في مسرح العمليات يتم العمل فيها بإنعزالية ما بين كل إقليم وآخر، محاولة منهم إلى فرض الأقاليم كأمر واقع، محاولة منهم إلى تشتيت المشروع الوطني الجامع الذي نحن في أمس الحاجة، واليمن في أمس الحاجة إلى تلك الكتلة التاريخية الوطنية القادرة على تقديم مشروع وطني جامع يجمع تحت مظلته كل أبناء الجمهورية اليمنية من شرقه إلى غربه ومن هذا الوطن الحبيب. طبعا الكلمة التي شدتني اليوم عندما يتكلم البيان الصادر باسم حراس الجمهورية وأيضا قائد ألوية العروبة يقول سنحاورهم بطريقتنا، هي تلك طريقة الحوار الحقيقي. إذا أردتم حوار حقيقي في السويد، عليكم أن تطلقوا عنان القوات المسلحة في مختلف المحاور، وستجدون أمامكم ما يسر خاطركم أيها السياسيين المتنازعون على كعكة اليمن. للأسف وأتفاجأ عندما تذكرون تلك المصطلحات في محافلكم الدولية، وهو تقاسم السلطة والثروة. تقاسم ماذا؟ هل اليمن سلعة حتى تتقسمونها؟ عليكم بمراجعة ألفاظكم والحصافة في الكلام. الشعب اليمني يعول كثير على أبطاله من القوات المسلحة الشرفاء. الشعب اليمني اليوم ينتظر النور من بعد الظلام. الشعب اليمني اليوم في أمس الحاجة لتلك الانتصارات التي تعيد له هويته اليمنية، تعيد له إطلالته المشرقة، تعيد له اندماجه في المجتمع الدولي تحت مبدأ الصداقة والشراكة والتعاون المشترك وليس التبعية. الخبير العسكري المقدم الركن ياسر صالح، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم. الشكر لك أخي والجميع العاملين معك. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، وحلقتنا مستمرة، وفي الجزء التالي سأبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم حول موضوع حلقة اليوم. بالتأكيد العمليات اليوم يعني سارت في المحك، لا تراجع، لا يمكن التراجع، وهذا عهد وقسم، وإن شاء الله يعني الرجال يكونوا عند مستوى الإبرار بهذا القسم. نحيي في هذا المجال كل القوات المسلحة اليمنية المرابطة في كل الجبهات التي تنتفض اليوم من أجل كرامة اليمن، من أجل إعادة اليمن إلى موقعها ومكانتها الإقليمية والدولية. كرامة الإنسان اليمني اليوم على المحك، على الجميع أنه يتفهم هذه النقطة. لم تصل اليمن ولا اليمنيين إلى هكذا مرحلة منذ يمكن 60 سنة. اليوم كرامة الإنسان اليمني على المحك، إما أنه ننتصر لكرامة اليمنيين أو يعني نقبل بهذا الواقع، نقبل بهذه بحكم هذه العصابة. بالتأكيد سيكون هناك محاولات للتدخل من أجل إيقاف العمليات العسكرية لسبب أو لآخر، وكلها في الأخير من أجل منح هذه العصابات فرصة لالتقاط أنفاسها. بعد الفاصل سأبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم، وأرجو من الجميع إغلاق صوت التلفزيون عند بدء المشاركة. كونوا معي. We'll be right back.
تدمر. لو كنت وجالو بفسات البارض الكفار قلتوا تموت امريكا وان هذا مجبر. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأبدأ مع أول متصلين أبو ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومساك الله بالخير يا حبيبي، ومبروك مبروك. أسعد الله أوقاتك، وإن شاء الله من نصر إلى نصر بأمر الله. وهذا نصر عظيم عظيم جدا جدا. الله ينصركم ويعطيكم العافية وفرحتمنا والله. إن شاء الله تسمع القادم أفضل بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان احنا يعني في خير. الله يوفقكم وينصركم على المجرمين والكلاب والخونه. امين يا رب. ابو سليمان السلام عليكم. تحية لك أبو ماجد، أنا أعتذر الصوت لا أدري أي المشكلة. أبو سليمان معي، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سلاما عليكم وعلى الشعب كامل وعلى الجيش البطل. مساء الشرحة العارمة، مساء النصر، مساء العزة، مساء الكرامة يا عبد الولي. صلى الله عليه وسلم. أخباركم إن شاء الله من أفضل إلى أفضل. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا رب. أفرحت قلوبنا بهذه الأخبار وهذه الصور الحلوة، وإن شاء الله ستسمع دائما أخبار طيبة والصور بنعيدها والناس كلهم يشوفوا من كل مكان، بنجيبها من كل الجبهات، كل الجبهات مشتعلة. نقبل أقدام الجيش البطل، الجيش الشرفاء العظماء، وجه لهم تحية كبيرة، ونسأل الله أنه يثبت أقدامهم ويسدد رميهم. آمين آمين. أنا إن شاء الله أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. وأطلب منك يا عبد الولي طلب. تفضل. أنا شاهد كان عندي في الجوال مقطع صغير للزعيم الله يرحمه ويرحم الشهداء كامل، الذي هو حق يعني حق الكيس البر من 7000 إلى 20، وهذاك الخطاب ما شاء الله الذي حق الطلبة والفلسفة اليوم جاءت الثلاثة على قناة زي ما اليوم يعني الخطاب لم يكن كامل. يعني الإنسان والله العظيم يمكن بعض الناس ما شافها من قبل ما يموت الزعيم. في بعض الخطابات بعض الكلمات يمكن لما تعرفوا الشعب منها. تمام. فتشوا عليها، دوروا عليها، يشيروا على الشعب لكي يفهموا منين الغلط ومنين الصح. تمام حاضر. خلاص هو مات الله يرحمه، ما عاد لا يرجع، بس يتذكروا الناس كيف الغلط حقهم، كيف كل واحد هي تبقى المبادئ، تبقى الأسس التي تعلمناها منها من الشهيد الزعيم. هو الله يرحمه هو ميت ميت، هو حط اللي على عليه واجبه والذي في خاطره. سيظل حيا في قلوبنا بما تعلمناه منه، بما قدمه لليمن من المنجزات الكبيرة والمكاسب العظيمة. نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنهم في سيح جناته. آمين. اسمع عندك طلب، شوف العين لا حوار، لا حوار، لا مفاوضة، لا مع بريطانيا ولا مع إيران. لا تقبلوا واسطة لهذا الكهنوت. إذا يعني الجيش ما معهم إلا شوف الشيء الذي لابد منه اليوم أو بكرة، قالوا اليوم ولا بكرة، ما ليش انتظار. خلاص الذي بيستشهد الله يرحمه. رسالة واضحة. والله شكرا. نشكر الجيش. مع السلامة. شكرا جزيلا لك أبو حسان. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا أخي عبدو. مساك بالخير والعافية، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يعافي بدنك يا رب. والله احنا اول شيء ندعي للقوات المشتركه المقاومه بشكل عام، الله ان يشددهم ويثبت يعني سهامهم ويحفظهم يا رب. المعركه قويه وشرسه، وتعرف يعني الشوارع تدفع عيني دم. الحريه لها ثمن، وان شاء الله يعني يكون هناك حرص كبير على ارواح المدنيين. ربما فتره التاخير هذه هي كانت احد الاسباب، يعني احد الاسباب فيها هو الحرص على الاقتحام الامن بدون المساس بممتلكات المواطنين او تعريض حياتهم للخطر. ناس في الشعب الغربي. المعركه هذه يا اخ عبدو معركه فاصله ما بيننا وبينهم، ما بين الجمهوريه والاماميه. انا في اعتقادي اذا تراجعوا العمي الطارق والقوات المشتركه ولم يدخلوا ووقفتها الامم المتحده ويعني وانت وقالوا مفاوضات، هذا في اعتقادي تثبيت للإمامة، تثبيت للإمامة 100%، عرف، وحكم الكهنوت.
ولهذا نحن ننصح ودائما نقول ننصح القوات المشتركة الآن ألا تراجع أبدا، ألا تراجع تماما حتى يكون مهما كان الثمن. صحيح مش يقع مدنيين، لكن يعني نقول لهم اجتربوا، ارحلوا من مناطق الخطر، وان شاء الله الله يثبتكم، وان شاء الله نحن قلوبنا يعني معكم، وندعو الله ان يثبتهم ويشد سهمهم ان شاء الله. هذا اللي نستطيع نعمله احنا. شكرا شكرا جزيلا ابو حسان. استمع لاحمد من صنعاء. جزاكم الله بالخير. مساء النور والعافيه. كيف حالك ابو عبد الله؟ الله يسلمك اخي، تفضل. تحيه وشكر جزيلا لابطالنا المقاومة الوطنية الساحل الغربي في جميع الجبهات الذي قادت الدلكان في المجرمين الإرهابيين، ونشكركم على الذي استنيته شباب محافظ نعم عندما المشاركة في أي وقت في حزب أصدقائي خاصة للحرب لإستعادة الجمهورية اليمنية مع الميليشيات القدر والخيانة. نعم. إن شاء الله النصر قادم يا أحمد، والجميع مطلوب في موقعه، وإن شاء الله سيأتي الدور على الجميع. شكرا لك. زهرة من أين؟ أهلا. يا مرحبا زهرة، تفضلي. اي والله يحفظكم وينصركم ويحاجي عليكم يا رب. امين امين يا رب. الله ينصر اليمن ويعيدها بنصر مبين. انا مريضه من هذا السرطان وحاله وانا حاله. الله يشفيش ويلطفش بامره تعالى. امين يا رب ينصركم ويحفظكم. الله يحفظك ان شاء الله، ربنا يستجيب منك، دعوه المريض هي مستجابه. صلى الله لك الشفاء ينصركم يا رب. آمين. فرحنا يا رب. يا رب تعبت انت كثير في الفترة هذه بسبب المرض وبسبب الأحداث هذه. يا الله يا الله، والخنقة عندنا يا أخي قد احنا مخنوقين. الله يكون في عونك يا والدة. الله ينصركم ويحفظكم يا رب. الله يتعب من أتعبك. الله يفرحنا بالناس. آمين يا رب. وما بلحنا انا بغير علاجات يا اخي، ولا برع معي من 24 ومحاصرين، خلها لك على الله. وصلى الله لك الشفاء. احنا محاصرين، احنا محاصرين بدون علاج، والكل محاصرين، خلها لك على الله. تركي رقمك في الكنترول وربنا يسهلها ان شاء الله. الله يحفظكم. ما عشان أستغل الأقراء ولا أكتب يا أخي، والله ما أستغل الأقراء ولا أكتب. طيب حاولت أخذ إحنا مخلوقين، لا أنا إحنا مريعين بالمرصاد. يا رب انصركم يا رب يا رب يا رب. الله يحفظكم، الله ينصركم. آمين. الله يسجد رماهم يا رب. آمين آمين. شكرا شكرا لك زهرة. واستمع لعيدروس من عدن. عيدروس. أيوة يا مرحبا. مساء الخير يا استاذ عبدولي. مساء النور والعافية. معك عيد الاسلامي من عدن. اهلا اهلا بزميلنا العزيز. كيف حالك؟ الله يسلمك ويحفظك وكل اهلنا في عدن. احييك يا عبدولي. ولك التحية والتقدير. احيي سادتك الاعلامية اللي تعودنا عليها من زمان. الله يبارك فيك. ونقول للاخ الرئيس هادي، الشعب اليمني يعني مل من مراوغات الحوثي، فالمشاورات هذه ما فيها داعي. نعم ان شاء الله استمعوا لرسالتك، والحكومه ان شاء الله تتمكن من عمل تغيير ونقله في عدن. نعم يعني الملاحم البطوليه اللي تصدر اليوم في داخل الحديده يعني تذكرنا ملاحم. طيب فصل الخط يا عمون. مرحلة لا تنفصل عن سابقاتها، مرحلة من مراحل النضال ضد الكهنوت. كل فترة تأتي جماعة تحاول تحكمك باسم الدين باسم الله، وهي بعيدة عن هذا كله. استمع لأبو عبد الرحمن من السعودية. تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر. التضحية لا بد أن نضحي. صحيح.
لابد وقد ضحينا وفي ناس ماتوا من الجوع وفي ناس ماتوا من المرض، فعلى الأقل إذا قد واحد إذا لم يكن من الموت بالدم فمن العار أن تموت جبانا. الموت كاثر وكل الناس شاربه، ومن لم يموت بحد السيف مات بغيره، تحدث الأسباب والموت واحده. أما بالنسبة نموت بطلقة أو نموت في البيت أو نموت، إحنا مخيرين في ثلاثة في الموت، جوع أو بالميليشيات أو بالجبهة، هاي الثلاثة. فإحنا نقول الجبهة، إذا نموت نموت في الجبهة بعزة وشرف وكرامة. فالحسم العسكري مطلوب مية مية. واعملوا استفتاء يا أخي عبر جميع القنوات، اسمعوا العالم أن إحنا الشعب، وإحنا مالكين السلطة، وإحنا اللي نقرر، لا الأمم المتحدة ولا فلانة ولا فلان، إحنا الشعب وإحنا مالكين السلطة طبقا للدستور. لا نتكلم إحنا من رؤوسنا أبدا. رحمة الله تغشى من خلى الأمة يتكلم باسم الديمقراطية وباسم الشورى وباسم السياسة. رحمة الله تغشى من أوصل السياسة لكل بيت. أما بالنسبة للكلاب، ربي لا يوصلنا للجوع، لا يوصلوا لعندنا إلا بالفقر، لا يوصلوا لعندنا إلا بالإعدامات، لا يوصلوا بأي شيء، لا يوصلوا إلا بالسرقة. وهذا الأعمال، هذه الأعمال هي أعمال عصابات، وهي يعني لا تدوم. الظلم هو بداية النهاية. شكرا لك أبو عبد الرحمن. اسمح لي أخذ أم هاشم من صنعاء. أنا يا مرحبا. مساء الخير. مساء النور والعافية. مساء العزة والكرامة. طمنينا عليكم وعلى الوضع في صنعاء يا أم هاشم. كيف وضع الناس؟ الوضع في صنعاء ما يطمن يا عبد الملك. ايش حاصل؟ انتظري من هذا الأبطال اللي يشتغلون في الحديد ان شاء الله يحرروا الحديد باذن الله. باذن الله بعزم الرجال ستطهر الحديده وريمه والمحويت وكل محافظات اليمن وحجه ودمار وكلها بتطهر الله يحفظه. وان شاء الله الجميع مستعدين عليها. طارق ووردي معه ان شاء الله. ينصرهم ويحفظهم. امين يا رب. وهذا جدتنا من ما تحركت لأنها عقل الإصلاحيين، الإصلاحيين هم اللي دخلوا الحوثة صنعاء. إن شاء الله قدم نادمين. الزعيم الله يرحمه هو اللي حازم في مرة، يعني ما دخلهم ولا جلس. الإصلاحيين من دخلهم ساحات، من دخلهم مش مشكلة، هم رجعوا قالوا يعتذر لهم، بعدين رجعوا يسوي حاربهم، والمهم يعني قصص من هذه. لكن نتناسى الماضي وكل واحد يكفر عن سيئاته وعن أخطاءه في هذه المعركة المصيرية. الزعيم الله يرحمه ما أحد جاي زي ولا أحد جاي زي حكم اليمن. والله يا عبد الوليد الشارع يبكوا عليه إنه الله يرحمه حتى ألد الخصوم. الشارع اليمني أظن من ما كان حي، يتمنى الحرية علي عبد الله صالح، يتمنى بالله إنه يتمنى الحرية. بعد اليوم يعني حتى في الساعات شخوف يسبون حوثي بالشارع بشكل يعني بالمحلات في الأسواق يسبوهم سب، الناس كارهينهم. نهايتهم وخيمة، نهايتهم وخيمة، ويعتقدوا أنهم بيستقوا على الناس بالسلاح. ما حكمنا هذا اللي جاء من جرس، جاء من طار، ما درس حتى بدائي هذا. نعم. شكرا لك أم هاشم. طيب شكرا لك أم هاشم على المداخلة. واستمع لأبو طارق من دمار. مساء الخير. مساء النور والعافية. مساء النصر المؤزر. مساء العزة والكرامة. أخي وعزيزي، التحية والإجلاء لكل فرد وصف وضابط من قوات العمالقة وقوات الحراس الجمهورية والمقاومة المشتركة في الساحل الغربي وفي صعدة وفي كل الجبهات الصادقة الفعل، والتي بثت إلينا بشائر النصر، بثت إلينا بشائر النصر من كل سهل وجبل. والبيان التي أطلقته قوات المقاومة المشتركة اليوم من الساحل الغربي مرتكز على ثلاثة ارتكازات، وهي المركز الأول على أبناء اليمن الصادقين الفعل والخائفين على أبنائهم، سحب أبنائهم من تحت هذه الميليشيات. أيضا
نعم يا أبو طارق. أيضا بس يعني البشرى والتأمين والأمان لكل أبناء المناطق المطلوب تحريرها وهي الحديدة من بس وترويج وتضليل الحوثة. ثالثا ثالثا الترويج أو ما تروج له العناصر الحوثية بأن القوات المقاومة هي جاءت للسعر. هذا كذب وتضليل ويجب على ماذا اليوم هذه الميليشيات بيان حسب الصغير والكبير داخل الشعب اليمني ويحدو حدوة ويستجيبوا له. أشكرك أبو طارق، شكرا جزيلا لك والكل اليوم على قلب رجل واحد. سمع محمد، محمد الزبيري من أين؟ من صنع. شكرا يا محمد، شكرا على المحاولة. أحب بس التنويه إلى 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 نقطة تتعلق برواتب المدرسين. يعني نأسف بس إنه إحنا افترض إن إحنا نتابع هذا الموضوع وشوفوا بس كيف تعاملوا مع هذه النقطة. الأمم المتحدة واليونيسيف أقروا $50 لكل مدرس على أساس أنه على الأقل العملية التعليمية نعزلها عن الفوضى اللي حاصلة وعن الحرب وعن كذا، ويستمروا المدرسين في تفاجأوا بأنه مجموعة كبيرة جدا جدا من المدرسين تم استبعادهم. طبعا هذه الرواتب هي من أجل المدرسين هؤلاء يستمروا في الحياة حتى يعني معيشة. هؤلاء الناس درسوا لسنتين بدون رواتب، فيفاجأوا بأنه تم استبعاد الكثير منهم بحجة أنهم مش موجودين. طيب يا أخي هذا مش موجود لأنه ما عندهش راتب الآن، وقت ما قد في راتب هو إيش يشتغل؟ أنت تقوم تستبعده وهو قد اشتغل سنتين. طيب الميليشيات هذه يسجلونك ناس حتى في الجبهات، يعني يقول لك أنت روح الجبهة وندي لك راتب. شوفوا كيف تم استغلال هذا المنح المقدمة من الأمم المتحدة لصالح التحشيد للجبهات، وكأنه الآن اليوم الأمم المتحدة هي مشاركة في تمويل الحرب. صالح صالح ثابت من زمان تاخرت عليك يا صالح. وكانه الان اليوم الامم المتحده هي مشاركه. لو تغلق لي صوت التلفزيون لانه بيضيع الوقت علينا. صالح انا تفضل يا صالح صوت التلفزيون. وكانه الان اليوم الامم المتحده هي مشاركه. تفضل تفضل صالح. ايوه يضيع الوقت علينا، غلق صوت التلفزيون وتكلم. ايوه مرحبا تكلم يلا. ايوه تمكنش. ايوه ادخل على طول يلا صالح، مداخلتك يا صالح. طيب شكرا على الضحكة يا صالح، ونكتفي بهذا الضحكة وخلاص كده. احنا كنا بنتكلم على المدرسين. المهم انه المدرسين اليوم بيتعرضوا لقمع وتعسف كثير من مدراء المدارس، المدرسين كذا. جرى استبدال بعضهم بعناصر طائفية. اليوم الأمم المتحدة بتمول أيضا التعليم الطائفي. يا جماعة اليوم قد في ناس، لو شفتوا أنتوا المقاطع التي بثت وبعض المشرفين بيحاولوا أنه يفرض على الطلاب الترديد صرخة الخميني في الطابور المدرسي. أنا فين رايحين؟ وكمان الأمم المتحدة زيت تمول هذا الكلام. لابد أنه الاعتماد الكشوفة 2014 يعطوا رواتب المدرسين وبعدين يحاسبهم إذا ما درسوش. أما أنه تجي تستبدل لي وتقول لي هذا هو في الميدان، أي ميدان؟ في الجبهة معك أبو محمد. يا أبو محمد طبعا أهلا وسهلا أبو محمد. مسيك بالخير يا عبد الولي. سعد الله أوقاتك. أحييك وأحيي جميع الشرفاء في اليمن وفي جبهات الشرف والعزة والكرامة في أنحاء الجمهورية وفي الساحل الغربي بالذات. أهني أحيي العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة الشعبية داخل الحديدة ولا تنسى أيضا قوات الأمن. قوات الأمن أيضا مشاركة، قوات الأمن مشاركة في الجبهة، الأمن المركزي مشارك والنجدة مشاركين،
وحتى من المرور حتى كل الناس مشاركين يا جماعة، ناس تطوعوا وناس راحوا أخذوا دورات. معركة وطن يا عبد الولي، هذه معركة وطن، معركة وطن كامل، معركة شعب، معركة حياة أو موت، صحيح. مقتول أو لم مقتول. ومن كل أنحاء الجمهورية موجودين. لا يمكن مهما كانت الظروف إن إحنا ما نستسلم للميليشيات، وإحنا الآن المغتربين تحت المغتربين، إحنا شايفين إن في رجال موجودين وفي ناس من المغتربين شاركوا الآن في معارك صعدة، وإحنا موجودين وسط الطلب لا يفكر الحوثي إنه خلاص إنه طاح اليمن ولا كذا. بعيد عليه أبعد من نجوم السماء. اليمن عصية، واليمن مقبرة الغزاة للحوثي وغير الحوثي. إحنا موجودين ومعاهم بنقاتل بأرواحنا وبأجسادنا كأننا في الجبهة، ومستعدين للتوجه في أي وقت إذا استدعى الأمر. شكرا جزيلا لك، واستمع للمنجلي من البيضاء. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يسلمك. أولا إحنا نحيي أهلنا في اليمن اليوم وكل قادمهم، ولك التحية والتقدير وكل أهلنا في البيضاء. حياك الله. وأنا أبارك للقوات المشتركة في محافظة الحديدة بالنصر المؤجر، وإن شاء الله يكون تطهير الحديدة قريب بالكامل بإذن الله. العملية تمت، كانت عملية خاطفة وتم تحرير جزء كبير جدا من الأهداف، وإن شاء الله تستمر خلال الساعات القادمة بإذن الله. إن شاء الله ولن نرضى بحكم الميليشيات في اليمن مهما كلفنا الأمر، مهما كلفنا التضحيات، لو نضحي بأبنائنا وأولادنا ودمائنا كل الوطن. الوضن يستحق، الوطن يستحق، ومن عاش خارج الوطن هو يعرف أن الوطن يستحق أن نبذل الغالي والنفيس من أجله. إحنا كمغتربين نشوف اليمن هكذا ونتألم قلوبنا ونكون جدار اليمن ونخلنا. أنا أحييك. طيب شكرا لك يا منجلي. ابو صبري تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا اخويا باشا. الاخ عبدو انت على الهواء. على الهواء؟ لا. اي نعم. ايوه. الو، اهلا وسهلا. معايا على الهواء؟ حياك يا ابو صبري. نعم معك عبد الولي، تفضل. حبيبي عبد الولي، السلام عليكم. سلم الله حالك، الله يبارك فيك يا اخويا. بسالك عن سؤالين بس. تفضل. معايا انت؟ ان شاء الله بكون معك على طول، تفضل. مالك مش مصدق؟ طيب طيب. انت على الهواء، تفضل. يلا حبيبي، بسألك عن محمد منصور. محمد منصور، انا اتمنى الاسئله الشخصيه توجه لاصحابها. انا اذا في طيب ما يخصني. طيب انت حبيبي، معك انا معك. بس اخ عبدو ابغاك تشكر القوات التحالف صقور الجو اللي هم فوق، صح ولا لا يا ابو عابد؟ صح. تفضل كمل. اقول لك اطرح وجهه نظرك. اطرح وجهه نظرك. هذه وجهه نظري. والاخ اللي الان بحال يقول اليمن مقبره الغزاة. شكرا ابو صبري. ابو عفاش من صنعاء. صلاح. المجد والخلود لكل شهداء اليمن ورحمة الله تغشاهم جميعا. وبالنسبة لموضوع اليوم، متوحدين للحوثيين بالمرصاد، ووعدهم قرب إن شاء الله. إن شاء الله، والجميع على الموعد، على الموعد بإذن الله. هم يعتقدون أنهم في منع. إحنا مطالبهم برفع أيديهم، بإسقاط سلطتهم فقط. نعم. ليست حرب. نعم. إبادة، وليست تصفية عرقية ولا سلالية. نرجو أن يتفهموا هذا الشيء. يرفعوا أيديهم. عصابة سرقت ما سرقت، نأخذ بثار الزعيم بإذن الله، وبثار الشعب اليمني كامل. كرامة الشعب اليمني هي الأهم، وهي هي ما دعا إليها الزعيم في وصية رحمة الله تغشاه. هو اختار الشهادة، كان قادر أنه يخرج، كان قادر أنه يلجأ إلى مكة. محمد ابو فاضل تفضل.
أسعد الله مساكم. مساك بالخير والعافية. مساء العزة، مساء الانتصارات يا أخي الكريم، أحييك وأحيي كافة طاقم قناة اليمن اليوم على كل هذه الجهود التي تقومون بها وإيصال الحقيقة بالصوت والصورة والفيديو إلى المتابع في الساحتين الخارجية والداخلية. ثانيا يا أخي الكريم، أوجه التحية والتقدير للأبطال والاحترام ونقف عظاما وتجليلا لرجال الرجال الذين يضحون بأرواحهم في ساحة المعركة، في معركة الخلاص، في معركة استعادة الجمهورية، استعادة جزء من الجمهورية وليست الجمهورية كامل، استعادة جزء بسيط لا يتجزأ من الجمهورية في ظل حكم هذه الميليشيات التي أجبرت الشعب وقتلت الشعب وأزهقت الشعب. ثالثا يا أخي الكريم، وجه نداء إلى المشايخ الذين في المناطق المسيطرة على المناطق المسيطرة عليهم أن يصحوا من غبة الجب اللي هم فيها. خلاص الآن العالم كلهم كارهين هذه العصابة، العالم كلهم بما فيها الشعب اليمني بالداخل كارهين العصابة هذه. خلاص إيش باقي على الشعب؟ يا أخي انتفضوا، يا أخي يكفيكم ظل، أنتوا جعتوا، الناس جاعوا، الناس ماتوا، الواحد يمشي في الشارع ما عنده قيمة أكل العيالة، والسبب من هو؟ عارف أن السبب هو هذه العصابة الحوثية. طيب إيش اللي مسكتكم يا أخواننا في البيوت؟ ما هو اللي مسكتكم؟ ما هو اللي مسكتكم؟ شوف يا محمد، هذا الكلام يعني غير مقبول من أي أحد خارج اليمن. من هو داخل هو وضع خاص، ولو كنا قادرين على البقاء برضو يتعاونوا معنا. يعني لو كنا قادرين على البقاء ما خرجنا من 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 كلنا الحال خصوصاً عندما تكون عندما تكون مستهدف من هذه العصابة. طبعا العصابة يعني لا أريد أن أقول بس ولكن انحطاط ما بعده انحطاط، لا أخلاق، لا قيم، لا رجولة، لا شرف في الخصومة يا أخي. بقت الاستطاعة، عارفين كل الأمور اللي هم يمروا عليها، ولنا وأخوان في السجون بسبب مناهضاتكم. صحيح، ولكن أبناء ثوبان يوقفوا بسرية، أبناء ثوبان وجه لهم التحية، ثوبان الحدا طردوا النقاط من منطقتهم، راحوا حبسوا اللي في دمار، ما عرفوا ما قدروا يواجهوهم، راحوا حبسوا والله أبناء ثوبان هذه في دمار، والله أني فكاسهم أبناء المصاقرة. نعم يا أخي، يشكلوا رجال استخباراتية يا أخي. يا أستاذ عبد الولي، هزتهم الملصقات، فاخر الملصقات كتائب الزعيم وكمدري ايش، هزتهم وهي مجرد ملصقات فقط. ليش يا اخي؟ ما في شباب عندنا يخرجوا، فين شباب المؤتمرين اللي يخرجوا حتى في سريه تامه؟ نعم، جعلتهم يستنفرون. شكرا، شكرا. يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لك. يعني مسيرين سيئة خلتهم خرجوا الدبابات والمصفحة، لأنهم أضعف من أنهم يواجهوا، أضعف من أنهم يواجهوا بالحجة. طيب أنت الآن مثلا في التلفزيون مثلا، لا أتحدى أنه هو مثلا يفتح برنامج تلفزيوني ويخلي الناس يتكلموا أو يتصلوا عليه، تحدى. إحنا فاتحين الآن بيطلعوا يشتمونا ويسبونا، ما عندنا مشكلة، إحنا أصحاب قضية وإحنا أصحاب أخلاق. تحدى هو يفتح في برامجه أو يفتح في قناته برنامج الاتصال المباشر ويخلي الاتصال المباشر أنه تستقبل الناس وتعرف عليهم على الهواء مباشرة. أتحدى هو يعرف رأي الناس فيه، ويعرف حجمه، ويعرف أنه مكروه أصلا، الناس كلهم يكرهوه، وفقط الآن لأنه قالوا مجنون وماسك حجر، ما عصابة وبيدها دبابات كده. لكن السلاح له سلاح. جابري من حضرموت قد يكون آخر حياك المتصلين. الله، كيف حالك؟ أهلا يا جابري، حياك يا حبيب. كيف أخبارك؟ الله يسلمك أخي، تفضل. حياك الله، إيش مشاركة؟ والله أنت اتصلت، المفروض تقول لنا إيش بتشارك. أشارك في خلاص أنت على الهواء. الزعيم، تفضل. جثمان الزعيم. نعم، طالب بجثمان الزعيم. الله يرحمه ويحسن إليه. والله يتوب عليه، الله يرحمه. طمنا عن الوضع في حضرموت، كيف أهلنا في، طبعا احنا نوجه الشكر لأهلنا في حضرموت، وأهلنا في سيئون على 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 كل ما يقدموه للمسافرين. والله مشكورين، الشرعية مشكورة على كل شيء. نعم.
طيب الحاسم العسكري، انت مع الحاسم العسكري ولا مع المفاوضات؟ والله انا مع الحاسم العسكري. حيك المفاوضات كلها باطلة ماشي منها، ما يوفوا بالعهود. الحل العسكري دامت المفاوضات. نعم، شكرك يا جابري وتحية لك كل اهلنا في حضرموت. اخر المتصلين محمد الجعدبي من صنعاء. حياك الله يا اخي عبد الولي. الله يسلمك اخي محمد، تفضل. نزلت اسماء ايات الثاني وتبريك من هذا النصور الى شعب اليمني العظيم، ونقول لكم الف الف مبروك بهذا المناسبه. الله يبارك فيك، وانقل التحيه والتقدير الى جنودنا البواسل المرابطين في جبهه الصحراء الغربي، كما الشعب منتظر لكم بفارغ الصبر. أخي عبدالهد اسمعني. أسمعك ومستمتع بكلامك. والله العظيم إن إحنا قلوب. شكرا لك، وأنا من هنا أقول لك أنه عهد، وأنه عهد الرجال أنه لن يتوقفوا حتى يتم اجتثاث هذه العصابة من كل شبر في أراضي اليمن. احنا نتكلم ليست إبادة، لكن احنا نتحدث عن إزاحتهم من مراكز سلطة القرار في الدولة. بهذا نختم مشاهدينا الكرام، حتى نلتقى اترككم في حفظ الله ورعايته، وان شاء الله انتصارات جديدة وتشرح القلب بإذن الله. الى اللقاء.